بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم الناس الخير. أما بعد، حياكم الله جميعا أحبتي الطلبة. اليوم راح نبلش في حصة أسئلة درب نفسك يا باشا. يعني في هاي الحصة راح نحل مسائل مع بعض عشان نتوسع في المادة، نكون فهمها بكافة أفكارها. كل شيء بخص المادة لازم تكون أنت فاهمه حرفيا. الآن أنا مش ضامن الوزارة، ثقتي بالوزارة 1% حرفيا. هاي المسائل يعني تثري جميع الأفكار بمختلف الأفكار بإذن الله في الدرس الأول كاملا، نفس المسائل موجودة في الدرس الثاني. السؤال الأول: إذا زاد الزخم الخطي للجسم إلى الضعف، يعني الضعف يعني اعتبر بي الجديدة عبارة عن 2 بي القديمة، ممتاز، شفت كيف؟ للضعف، فإن طاقته الحركية، هسا شوف علي، هو ربط لك طاقة حركية مع زخم، لما يسألك عن تغير الطاقة الحركية، انتبه، ربط لك طاقة حركية مع زخم، ما إلى غير قانون واحد موجود في الزخم، هيو ذاكرينه انتو، كان عبارة عن ايش؟ كانتك انرجي تساوي بي تربيع على 2 ام، صح؟ طيب يا عين عليكم، انت بيسألك عن تغير الطاقة الحركية فخليه هي موضوع القانون، تيجي تحكي له كانتك انرجي الجديدة اكيد هي عبارة عن بي الجديدة تربيع على 2 ام، تفضل معي، راح تحكي له بكل بساطة الزخم هيو علاقة الزخم عندي، يعني بيطلع لي احكي معلم خلاص صار 2 بي تربيع والكتلة ما تغيرت، ظلت نفسها ام الجديدة طبعا نفس ام القديمة. طيب الان 2 بي ربعها، ربع الطرفين راح يصير 4 بي تربيع على 2 ام. هسا في طلاب مساكين بروح بختصر لك الاربعة 2 وابصر، لا لا معلم، دائما في التغيرات الرقم الجديد طلعوا برا، اسحبوا وقلعوا برا، هيو هاي طلع شو بذكرك، هاي بي تربيع 2 ام بتذكرنا بالطاقة الحركية، يعني بصير 4 طلعت الاربعة لبرا، بي تربيع 2 ام عبارة عن الطاقة الحركية القديمة، اذا طلع شو صار بالطاقة الحركية الجديدة، اتضاعفت 4 مرات، شايفين 4 مرات. لذلك في اسئلة التغيرات والتغيرات لا تقرب الارقام، لا تختصر ارقام، او دير بالك الرقم الجديد طلعه برا بس، اذا تزداد الى 4 اضعاف. شكرا لك، دن دن، مستحيل تبقى ثابتة ولا هاي. شوف في اشياء منطقيا انت بتقدر تلغيها، 3/4 الطلاب راح تتخربط بين الضعف والاربع اضعاف، تنسى فكرة التربيع، هون غلطات الطلاب. نشوف السؤال اللي بعديه، بيقول لك السؤال جسمان A B، يعني عندك جسمين A و B، بيقول لك كتلة B ضعف كتلة A، فورا خذ الغشاش، كتلة B ضعف كتلة A، شفتوا كيف كتبتها؟ يا عيني عليكم، بس وطاقتهما الحركية متساوية، يعني الطاقة الحركية ل A تساوي الطاقة الحركية لبي. الآن طالب منك بقول لك فإن سرعة الجسم A تساوي بدلالة بي، طالبك سرعة، طب شوي شو في إشي في كتلة وفي طاقة حركية وفي سرعة، فكر فكر فكر، يعني اسمع لا تروح للطاقة الحركية تساوي بي تربيع 2 ام، لأنه كل بعضهم يجيب لك سيرة بي تربيع، صح؟ بس إذا بقول له شكرا، طب وين بروح؟ بروح بالي فورا على المعادلة اللي أنا أعرفها، الطاقة الحركية تساوي نص ام في تربيع، هي اللي بتربط. دائما قاعدة بديهية، بلش يا من علاقة المساواة، يا من هاي، يا من هاي، وهاي أسهل لي لأنه ما في ضعف وربع، شفت كيف؟ بدي أبلش فيها، أفردها بي تربيع 2 ام، ماليش مصلحة بالزخم، مش جايب سيرته. إذا بفردها إيش؟ نص ام في تربيع، طبعا هذا الحكي لمين؟ لإيه؟ صح، وهي هي لمين؟ لا ايه كتلة ايه، تمام، تساوي نص ام بي تربيع في بي تربيع، شكرا لك. طب انا عملت هاي الخطوة، بعدين انت عارف النص مع النص باي باي، طلع بدي طلع ايه بدلالة مين؟ بي، يعني راح اخلي في ايه موضوع قانون، بحكي له تعال بدك تشيل لي كتلة وتحط لي واحدة، يعني تخلي بس كتلة واحدة على الطرفين، بحكي هاي ام بي تساوي 2 ام ايه، يعني بيطلع لي اشيل هاي شو احط؟ 2 ام اي، صح؟ طب لاحظ شو صارت المسألة، صارت المسألة ام اي في اي تربيع تساوي، هيها ام اي في اي تربيع تساوي 2 ام اي في بي تربيع، هيها 2، دقيقة شيل لي هاي، 2 ام اي في بي تربيع، تمام؟ تمام، في مشكلة حاليا؟ لا 100%، يعني شلت كتلة بي وحطيت 2 ام اي بس، اتوقع الامور صارت واضحة لكم بموضوع الاختصار، هاي مع هاي الكتلة، صح؟ طبعا احنا عرفنا النص وين راحت مع النص الثانية، صفر سرعة اي تربيع تساوي 2 سرعة بي تربيع،
الطالب منطقيا رح يروح يقول لك انا دخل لي A لحالها فبعمل جذر وبعمل جذر فصفت VA تساوي. الان هذا الجذر يوزع صح؟ يعني زي كأنك انت بتحكي صار جذر الاثنين وجذر ال VB تربيع صح؟ جذر اثنين انا ما بعرفه بخليه زي ما هو. طب جذر ال VB تربيع انا بعرف انه VB. شفتوا كيف يا حلوين الامور سهلة بسيطة خفيفة لطيفة؟ اذا الحل الصحيح هيو طلعت سرعة A بدلالة B. ثلاث اربع الطلاب بتعرف شو رح تغلط؟ رح تفكر انه خلص بتشيل الجذر تختار يعني خيار ما في جذر تغلط غلطها بغيب عن بالها وصلت؟ يعني ممكن تلاقي بالخيارات موجود ايش؟ اثنين فبتقول لك خلص فورا لا لا دي ذاك تخربطش لا تنسى الجذر. كثير طلاب تغلط بفكرة الجذر لا تنساه الله يرضى عليك يا استاذي. تمام السؤال الذي يليه بيحكي لك سؤال اذا كان الزخم الخطي للجسم يساوي نصف الطاقة الحركية هذا عمل بلبل كثير للطلاب تمام فان سرعته تساوي هس شوف علي حكى لك زخمه يساوي نصف طاقته الحركية خلاص شكرا لك هيو زخمه يساوي دقيقة أصغر الخط شوي حاسس يعني نتفنتفة بسيطة شوي طيب خلنا نجرب هيك لا هيك كثير صغير انسى خلينا نرجع طبيعي العادي يا ريتني ما غيرته صراحة تمام بي هيو قال لك زخمه يساوي نصف طاقته الحركية يعني زخمه يساوي نصف طاقته الحركية من وين جبت هالمعادلة هو حكالي هيو ممكن بدل كلمة يساوي تعادل عادي جدا الآن ممكن يقول لك تساوي 50% من طاقته الحركية 40% عادي بقول لك فإنه سرعته ما بعرف إذا ما بلش هسا هو بده سرعة الآن الزخم ما فيش غير تفكيكة إلا واحدة أنا بكون عارف إنها MV تساوي هي نص صح؟ الآن الطاقة الحركية شو تفكيكتها؟ نص MV تربيع هسا الطالب يجي بيقول لي طب أستاذ معاد شوي أنت ليش فككت الطاقة الحركية هيك؟ بل كان بدي أفك الطاقة الحركية طلع كيف بفكر فيها هسا بذكرك فيها طلع كيف بدي احكي عنها في بيجي الطالب بيقول لك بلكي بدي افكك بي تساوي هي نص عادي جدا بيقول لك الطاقه الحركيه بي تربيع على 2 ام بحكي له حقك فيش مشكله يلا تفضل حلها بيقول لك احا شو بدي اسوي بدي اختصر هاي البي بتضل هون بي واحده تفضل حلها ايش بدي اسوي الطالب هسه طلع كيف بفكر فيها بيقول لك هون واحد تساوي نص ضرب مش هون ضلت بي واحدة طب فككها ام في وهون شو في تحت 2 ام انا قاعد بحللك بالسؤال باكثر من طريقة انت بتقدر تحل السؤال بمليون طريقة اللي بدك اياها عادي المهم يطلع نفس الحل فقال لك الام مع الام باي باي 1 ضرب في في صح 2 ضرب 2 4 هذا الحكي كله شو يسوي على الطرف الثاني 1 فبتصفي السرعة تساوي ايش يا حلوين طلعوا خلص حط واحد هون ضرب تبادل بصف السرعة 4 متر لكل ثانية بس شغلك صح طريقة هي مش عجبتني زيحة بقول لك خلاص هاي تعال اعتمدها شكرا لك M مع M صح ممتاز و V مع V واحدة بتضل V واحدة بتصير هون واحد تساوي نص ضرب نص ضرب V صح طب نص ضرب نص عبارة عن ربع خلاص وضحت الأمور صارت الأمور كالآتي امسح لي هاي امسح لي هاي صارت بكل بساطة الربع في فانت بتيجي تحكي لي ضرب 4 ضرب 4 فبتطلع السرعة تساوي 4 متر كل ثانية بس كلا الطريقتين حلوا للسؤال والموضوع جدا بسيط تمام ممتاز الان نشوف سؤال رقم 4 نفس الفكرة نفس المبدأ اللي اخذناه بلش من علاقة المساواة بيقول لك جسمين A و B هي معطيك اول ده غشاش طيب ثاني غشاش لهما نفس الطاقة الحركية يعني الطاقة الحركية ل A تساوي الطاقة الحركية لبي اكتب هاي يبين لي اياها قدامك بقول لك فإن شوف كيف زخم A و B بعرفش يعني طالب منك من الآخر شو نسبة A على نسبة B بلشش لا تبلش دير بالك ابعد ابعد عنه بدي أعطيك أكثر من طريقة بدي أعلمك إياها كيف تحلها بشكل بسيط وواضح وشامل أنا جاي بالي بلش من علاقة المساواة شفت كنت له زخم ببلش من علاقة المساواة الخاصة بالطاقة الحركية اللي فيها الزخم اللي هي الطلة B تربيع ل A على 2 MA صح تساوي B تربيع ل B على 2 MB كيف عرفت أستاذ هي الطاقة الحركية ل A تساوي الطاقة الحركية ل B هيها الطاقة الحركية ل A هيها والطاقة الحركية ل B متساويات شكرا خلص الآن اربط علاقات شوف كيف دربط طلع مزبوط بدي أحكي معلم الاثنين هاي مع الاثنين هاي طارت صح ممتاز
اذا طلع وبدي احكي معلم انا بدي اشيل الام اي شو بدي احط بدالها 4 ام بي هيا قالك شيل الام اي حط بدالها 4 ام بي يعني هي شيل هاي حط 4 ام بي ارجع شو ارجع شوف كيف صار الشكل يعني هي بي اي تربيع على 4 ام بي تساوي بي بي تربيع على ام بي شكرا لك هيك الامور صارت فل شمعة منورة باي باي خلص يعني بدي اشيل هاي طلع هاي ها بدي اشيل احط مكانها واحد ممتاز وبدي اشيل هاي احط كمان 4 هاي 4 ضرب 1 طلع هون صفة 4 ضرب 1 يعني 4 هيا اختصرت الام بي هون صفة 1 صح في مشكلة عادي طارت الام بي مع الام بي هسا انا عندي تربيع فانا عندي قاعدة ابدية جذر للطرفين صح ولا لا بس يكون في تربيع الان الجذر بتوزع على البسط وعلى المقام طيب جذر البي اي تربيع عبارة عن بي اي على جذر 4 2 يساوي جذر البي بي تربيع عبارة عن بي بي على واحد خلص جذر الواحد واحد خلص ما في داعي بين الواحد طلع كيف صارت صارت بي بي تساوي بي اي على 2 هسا هو شو طالب مني هو طالب مني بدي بي اي على بي بي طيب الامور سهله ممكن تيجي تحلها بهذا الشكل تعرف كيف بدك تحلها بهذا الشكل تعال شوف كيف بدي اعلمك بهذا الشكل كيف بده يزبط معنا الان بيطلع لي انا احكي هون اضبطها احكي معلم بي اي تساوي 2 بي بي هيها بي اي تساوي 2 بي بي عادي شايفين كيف بدي ابعد عن الكسور بدي اريح راسي الزلمه شو بده بده نسبه اي لبي يعني من الاخر شو بده بده بي اي على بي بي من الاخر على بلاطه بتقول له تعال قديش بي اي بقول لك شيل زخم اي شو حط 2 زخم بي هيا 2 زخم بي طيب شو في تحت زخم بي خلص باي باي صفت 2 على 1 واللي هي 2 الى 1 اللي هي هاي شفتوا كيف الامور سهله طيب بلكي الطريقه مش عجبتني بقول له حقك 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 انا جاي عبالي ابلش من النسبه انا هيك حر ابلش من النسبه اللي هي بي اي على بي بي بقول له معلم حقك تعال ندخل لك الطاقه الحركيه نعم اذا بلش فيها انت بتعرف الزخم بدلاله الطاقه الحركيه شو يساوي راح تقول لي معلم 2 ام اي كاينتيك انرجي اي تحت الجذر تمام ونفس الاشي هون 2 ام بي كاينتيك انرجي بي تحت الجذر صح نعم شوف كيف بلش منها انا جاي عبالي بلش منها عادي بتقدر تبلش من مساواه بتقدر تبلش من هون بتقدر تبلش من هون انت حر بدي ادخلهم تحت جذر واحد ممتاز يعني هي بيزبط احطهم تحت جذر واحد اه جذر الاي على جذر بي هو نفس جذر اي على بي بس طلع بدي اشيل ام اي شو احط مكانها 4 ام بي يعني هي مكانها 4 ام بي صار الرقم كالاتي 2 ضرب 4 ام بي طيب ضرب طبعا هي شرط الضرب كاينتيك انرجي لا ايه ممتاز هيها طبعا هون شوفي عنا 2 ام بي كاينتيك انرجي لبي كله تحت الجذر احسنتم الان بحكي له المعلم 2 مع 2 باي باي وام بي مع ام بي باي باي هسا مش الطاقه الحركيه لاي تساوي بي هي لهما نفس الطاقه الحركيه خلاص باي باي صفت تحت الجذر خلاص تحت الجذر 4 على 1 طب ما هو ايش 2 على 1 صح يعني طلع قديش طلعت نسبه ايه على بي 2 على 1 اللي هي 2 على 1 نفس الحل اللي قبل شوي شكرا لك حبيت تبلش من كتله برضه بيزبط انك تخلي الكتله في موضوع الطاقه الحركيه والزخم هي موضوع قانون كمان بيزبط طيب نبلش بالسؤال اللي بعديه سؤال 5 كتلتان اي بي يعني عندك جسم اي وعندك جسم بي بيقول لك النسبة بين الزخم الخطي A إلى الزخم الخطي ل B يساوي 1:3 هيو الزخم الخطي ل A إلى الزخم الخطي ل B عبارة عن 1:3 لما يجيب لك هيك سؤال دير بالك تخليه بهذا الشكل بتنعجك في طلاب أنا بتفاجئ إنه خلص بشيل لك B A وبحط لك 1:3 لا 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 تخليه بهذا الشكل ارجع زبطه اعمل ضرب تبادل صح مش بيصير B B تساوي زخم B عبارة عن 3 ضرب زخم A خلاص اعتمد هذا الشكل شكرا لك الان بقول متفقين نعم متفقين تفضل بيحكي لك وكتلة بي تساوي 9 اضعاف كتلة اي اذا طلع كتلة بي تساوي 9 اضعاف كتلة ايش ايه هي الكلام من عنده مش من راسي
طالب منك النسبة بين الطاقة الحركية لـ A و B. هسا شوف، حاب تبلش من المساواة خير وبركة، حاب تبلش من هون تقسم A على B وتحط شو قانون الطاقة الحركية لـ A على قانون الطاقة الحركية لـ B برضو بيزبط. بدي أحللك بالطريقتين. طيب شوف، بدي أبلش من هاي المساواة، ابعد عن الكتلة لأنها بتغلي بترتيبها شوي. طيب هذا على عيني وراسي، قبل شو حكينا فيها، تفرج معي كيف زخم B. هيو زخم B مش عبارة عن بدك تدخل الطاقة الحركية، مش تحط MV، مش جايب لك سلة السرعة، مش تحط قانون MV، دير بالك. تدخل الطاقة الحركية بحكي زخم A عبارة عن 2 MA كينتك انرجي لـ A تحت الجذر يساوي 3 أضعاف زخم A. طبعا هالدقيقة هذا B، سوري سوري سوري، يعني هون زبطوا لي إياها، هون دقيقة زبطها يا جماعة الخير، بالضبط هون زخم B، يعني بيطلع لك تحكي 2 كتلة B بالطاقة الحركية لـ B، ممتاز، تحت الجذر تساوي 3 أضعاف، يعني 3 ضرب زخم A، زخم الجسم A كمان نفس الشيء، كتلة MA طيب كاينتك انرجي لـ A، ممتاز، تحت الجذر. هسا الطلاب بقولك أحا إيش في، شو هذا الحكي، إيش بدي أسوي؟ اسمع، أنت حر تقدر تربع هذا الطرف وتربع هذا الطرف وتخلص من إشي اسمه طاقة حركية، الجذر قصدي. بتقدر أول إشي بس تزبط الأمور، يعني بقولك شيل MB شو حط 9 MA، يعني هيدا شيل شو تحط 9 MA، ممتاز. طيب الآن اعمل تربيع للطرفين، شوف كيف، اعمل تربيع لهذا الطرف وتربيع لهذا الطرف، أتوقع الأمور صارت سهلة. هسا ربع هذا الطرف بيطير التربيع مع الجذر، طب هذا الطرف بتربع الثلاث والجذر صح، ممتاز. اذا هون صفت 2 ضرب 2 9 دقيقة، هي 9 بدل ام بي 9 ام اي كاينتك انرجي بي تساوي الان ربع الثلاث 9 ضرب ربع الجذر، ها بيطير التربيع مع الجذر، تمام، مش تربع الجذر وتنسى الثلاث، دير بالك لما كنا نحكي A ضرب B وتوزع التربيع على الطرفين على A وعلى B، فصارت 2 MA كاينتك انرجي لـ A، شكرا لك. شو بدي اسوي هسه بهي المسألة؟ الموضوع جدا جدا بسيط، باي باي، ممتاز، خلص تمام. الآن التسعة مع التسعة تمام، الاثنين مع مين تطير؟ على الاثنين، خلص ما فيش مشكلة. صفت كاينتك انرجي بي شو تساوي؟ تساوي كاينتك انرجي ايه، هيا كاينتك انرجي بي تساوي كاينتك انرجي ايه، خلص كاينتك انرجي بي تساوي كاينتك انرجي ايه. طب شو النسبة بيناتهم؟ هو طالبك نسبة ايه على بي، يعني هي طلع شو طالبك؟ طالبك نسبة ايه على بي، يعني طالبك كاينتك انرجي ايه على كاينتك انرجي بي، صح؟ طيب تقدر تشيل بي تحط بدلها ايه، هيا خلص ايه، فصارت كاينتك انرجي ايه على ايه صفت واحد على واحد، يعني واحد لكل واحد. في ناس بيقول لك انا مش عجبتني الطريقه هاي، بقول له حقك على راسي يا سيدي، ابشر هسه بعطيك الطريقه اللي بدك اياها، تعال مسح لي اللوح هذا اطول من يوم الجمعه، او انه المساحه مش كافيه صراحه، تمام يعني يا دوب كافيه. نبلش، طالبك نسبه ايه على بي، فانا بدي ابلش منها، بدي احكي كاينتك انرجي ايه على كاينتك انرجي ايش بي، بلش منها، شايفين كيف الان، يلا زخم A تربيع على 2 MA، نفس الشيء هون زخم B تربيع على 2 MB الآن يساوي، شكرا. بيقول لك شيل زخم A، طلع هاي شيل زخم B شو حط 3 BA، الموضوع جدا بسيط، وشيل كتلة B شو حط 9 أضعاف كتلة A، هاي مش هو قال لك كتلة B تساوي 9 أضعاف كتلة A. أنا قاعد بحللك السؤال بأكثر من طريقة عشان تكون أنت فهمان بالطريقة اللي بدك إياها بتبلش منها. هاي بدي أشيل زخم B شو بدي أحط، هيا شيل زخم B شو أحط 3 BA، طلع كيف صارت المعطيات، تفضل BA خليه زي ما هو، أنا ما جبت سيرته أبدا. طيب زخم جاب لك سيرة كتلة A، لا أنت حط B صح، بدك تشيل B، خلص خلي هاي 2 MA الآن كمل، زخم بي شيل وحط 3 بي اي 3 بي صح؟ طيب يعني انا بدي اشيل زخم بي شو بدي احط؟ 3 بي اي تمام، ربحها شو بتصير؟ 3 بي اي ربحها بتصير 9 بي دقيقة بي بي تربيع، يا عيني عليكم، ربع 3 9 وربع البي اي صارت، لا دقيقة انا مش حاط اي بي اصلا، 3 بي اي تربيع هو الفكرة، طلع شلت البي بي هاي شو حطيت مكانها؟ 3
الآن في تربيع نعم، فبتربي الثلاث تسعة وتربي البيئة بيصير بيئة تربيع ممتاز. على هاي الاثنين ضرب ام بي شو بتحط مكانها؟ تسعة ام اي خلاص شكرا. تسعة ام اي بلشوا حرب الاختصارات العالمية، هاي مع هاي باي باي، الام اي مع الام اي باي باي، والاثنين مع اثنين باي باي، والتسعة مع التسعة باي باي، فصفت واحد على واحد على واحد على واحد، واللي هي واحد على واحد واللي هي الاجابة دي. شفتوا كيف؟ عادي يعني بكل الطرق تؤدي الى روما المحترقة. نشوف السؤالين هذول، سؤال 6 و7 بقول لك السؤال، اي الوحدات الاتية لا تعتبر من وحدات قياس الزخم؟ طب شوف بدي اذكر لك اياهم واحدة واحدة. هسا احنا عارفين التغير في الزخم عبارة عن ايش؟ عبارة عن محصلة قوة بدلتا تي، يعني نيوتن ضد سكنت، هاي زبط عنا هاي صح، يعني ما بيطلع لك تأشر عليها هاي صح. طب هاي الوحدة اول وحدة اخذناها الاساسية، انت عارف الزخم عبارة عن ام في، وحدة الام كيلوغرام ضد وحدة الفي متر لكل ثانية، كمان هاي صح. طب شوف لي هاي، طب والله سهل يا استاذي، انت عارف الزخم عبارة عن 2 ام كاينتك انرجي تحت الجذر، الان الاثنين منهاش وحده، الام انتبه كتله كيلوغرام دوت الكينيتيك انرجي جول صح تحت الجذر. طب ما هو هذا الجذر شكله كيلوغرام دوت جول اس نص صح او اس نص، هي اذا هاي صح، اذا الوحيده الغير صحيحه دي. تمام تمام نشوف هذا السؤال، حكيت عنه المره الماضيه ذاكرين يا حلوين، اللي عمل اشكاليه وعمل قلق. هذا السؤال، إذا زاد الزخم الخطي للجسم بمقدار 25% فإن طاقته الحركية تزداد بمقدار قديش؟ بقوله تعال الزخم الجديد عبارة عن، شرحت عن مبدأ المصاري، أنت معك مثلا 1000 دينار، قلت لك مصاريك زادوا 50%، يعني 1000 دينار زائد 50% من 1000 500، يعني 1000 دينار زائد 500 صاروا 1500. نفس المبدأ، الزخم الجديد عبارة عن الزخم السابق زائد 25% من زخمي صح؟ ممتاز هيها. طب هاي الساعة اجمعها، هاي شو راح تصير؟ 25% عبارة عن 0.25 صح؟ هيدا شيلها بحط 25% بي، 1 زائد 25 عبارة عن 1.25 بي، إذا بي الجديدة تساوي 1.25% بي القديمة. طالب شو بصير بالطاقة الحركية مدخلها بالزخم؟ خلاص الطاقة الحركية الجديدة تساوي بي تربيع طبعا الجديدة الزخم و2 ام. طيب شكرا لك، إذا تعال البي صارت 1.25 بي تربيع، الكتلة ما تغيرت ظلت زي ما هو. طبعا انا بحله سريع لانه حليت مليون مرة اكثر من مرة حرفيا. مربع ال 1.25 1.56 تقريبا، هو 56 وإشي بيطلع ارقام، بي تربيع على 2 ام صح. هذا هي شايفينه الحلو، هي شايفينها خلاص، هذا طاقة حركية يعني صار 1.56 كينيتيك انرجي، شايفين الرقم الزيادة هيو هي الزيادة، هي قلت لك بس تشوف اللي بعد الواحد اعتمده. في طريقة ثانية بقول لك تعال الطاقة الحركية كانت بالأصل واحد، شو الزيادة اللي صارت على الواحد؟ 56، يعني بتقدر تفرض هاي تحكي طاقة حركية واحد زائد 56% طاقة حركية. شفتوا كيف الأمور سهلة؟ فبتقول لي الطاقة الحركية زادت بمقدار 56%، يعني 56% دم دم. هيك بنكون خلصنا القسم الأول من حل أسئلة إيش؟ درب نفسك. الحصة القادمة رح نكمل باقي الأسئلة. الله يعطيكم الصحة والعافية ويبارك في وقتكم وجهدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.